الحمد لله الرقيب الشهيد السميع البصير العليم الخبير الواسع المحيط أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الظلمة عنده نور والغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم وسركم وعلانيتكم، وجاهدوا أنفسكم عن الوقوع فيما حرم الله ورسوله عليكم. وإن مما يعين العبد على مراقبة الله في كل أحواله أن يستحضر أن الله سبحانه قد أحاط به علما، فمهما استخفى عن الأنظار وأقفل الأبواب وأحكم الأسباب فلن يغيب لحظة واحدة عن رب الأرباب جل جلاله. قال تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم ليتذكر كل مؤمن ومؤمنة ما أعده الله جل وعلا من الشهود عليه التي ستشهد على كل عامل بما عمل يوم القيامة، ليظهر الله في عباده كمال عدله. فمن تلك الشهود على الأعمال كتاب صحائف الأعمال، فإن الله قد وكل بنا من يحصي علينا أعمالنا. قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد عدل والله عليك من جعل حسيب نفسك من جعلك حسيب نفسك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله. انتهى. يا عبد الله، إنك واجد في هذا الكتاب كلما قدمت حتى مثقال الذرة من الخير ومثقال الذرة من الشر. قال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلنملأ عباد الله صحائفنا بما تسرنا رؤيته يوم القيامة، وحتى نأخذها بأيماننا ونقرأها مستبشرين مبشرين. أسأل الله لي ولكم ولوالدينا وذرياتنا من فضله العظيم. أما من سود كتابه بالشرك أو البدع أو الذنوب والمعاصي وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فلا تسل عن حاله من الحسرة والندامة والخزي والهوان يوم القيامة. أعاذني الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا. قال تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها
مما يفرحهم ويسرهم ولا يظلمون فتيلا، أي مما عملوه من الحسنات. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. نعم عباد الله، ما أحوجنا لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي تكاثرت فيها علينا الفتن وفتحت أبواب الشرور من الشهوات والشبهات، لا سيما من خلال القنوات الفضائية الخبيثة وهذه الأجهزة والوسائل الحديثة التي أصبحت بيد الرجل والمرأة والصغير والكبير، التي قد بلين فيها فجرت شراً عظيماً وبلاءً مستطيراً. ما أحوجنا عباد الله أن نستشعر هذا المقام العظيم، مقام المراقبة والخشية لله جل وعلا في علاه، في الغيب والشهادة والسر والعلانية. اللهم أصلح أعمالنا وأقوالنا وسرائرنا وعلانيتنا، وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا رب العالمين. ما أقول هذا القول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا عباد الله أن حواسكم وجلودكم وأعضاءكم هي أيضا من الشهود عليكم يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وتذكروا أيضا أيها الإخوة في الله أن من الشهود على أعمال العباد هذه الأرض التي نحيا عليها وندفن فيها، فإن لها يوما تتحدث فيه بأخبار ما عمل الناس عليها. فهل يسر أحدا منا أن تتحدث الأرض يوم القيامة بمعاصيه وسيئاته؟ قال تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إخوتي في الله، إن الله تبارك وتعالى إنما أخبرنا عن علمه بنا وكتابته أعمالنا وشهادة أعضائنا وحواسنا علينا وتحديث الأرض يوم القيامة بأخبارنا من أجل أن نوحده في العبادة، لا نعبد إلا إياه، وأن نخشاه في الغيب والشهادة وحده لا شريك له، وأن نراقبه في جميع الأحوال. والسعيد حقا من تدبر القرآن فوعظه واستمع الذكر فاتبع أحسنه، جعلني الله وإياكم من السعداء، إنه سميع الدعاء.